إذا كنت تذهب باتجاه الجحيم فتابع سيرك، قالها في الماضي وينستون تشرشل الزعيم التاريخي لحزب المحافظين في بريطانيا. ومع توجه الناخبين لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية، تثار الأسئلة والاستفهامات حول مصير هذا الحزب ومستقبله السياسي. فهذه الانتخابات تعد الامتحان الأهم والأكثر حساسية لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ولحزبه المحافظ. فإما يكرم سوناك في هذا الامتحان أو يهان بحسب اختيارات الناخب البريطاني. وحتى الآن يبدو أن الإهانة أقرب. في منطقتي هناك مشكلة خدماتية مرتبطة بإغلاق الطرق وتحويلها لمسار واحد، ومن يدافع عنها يقول إنها أفضل بيئياً. لكن الإشكالية أن البلدية لم تضع بدائل لنا ولم تغير البنية التحتية بما يتناسب معنا. أنا أدعم حزب الخضرة. 8000 مرشح في 230 مجلساً بمختلف أنحاء بريطانيا، إضافة إلى اختيار عمد جدد في مناطق مهمة، ولعل الأبرز والأهم منصب عمدة لندن الذي يتنافس فيه العمدة العمالية الحالي صادق خان مع خصمه المحافظة سوزان هول. وحتى لو بدا ان خان الذي يترشح لولايه ثالثه يتقدم على منافسيه بفارق مريح وصل الى 22 نقطه، لكنه ما زال يجادل بانه معرض للخساره، حيث قال ان الانتخابات ستكون سباقا بين حصانين متقاربين. ليس المحافظين، المحافظون أضرون كثيرا، لقد حاولوا كثيرا ولكنهم لم يكونوا يحاولون بما يخدم مصلحة الناس. وتمثل هذه الانتخابات مؤشرا حيويا على قدرة الأحزاب للوصول إلى 10 داونينج ستريت وتشكيل الحكومة المقبلة في الانتخابات العامة، ولا يبدو حتى الآن أن فرصة المحافظين كبيرة. على الضفة المقابلة، من المتوقع أن يحقق العماليون فوزهم الساحق ليعودوا مجدداً لرئاسة الوزراء التي غدروها في عام 2010، ويبدو أن مزاج الناخب البريطاني يتأرجح بين مختلف القضايا المهمة. لكن سوء الأوضاع الاقتصادية وأزمة تكلفة المعيشة وتراجع الدخل المتاح للأسر وتأثر قطاع الأعمال سلباً، جميعها عوامل سترشد الناخب نحو المرشح الذي سيختاره. فهل كتب المحافظون نهاية فترة حكمهم؟ أم أن فرصتهم ما تزال قائمة حتى الآن؟